مشاهدي قناة شوف تي في والمرأة تي في، مؤسف ارتفاع عدد الإصابات أو تسجيل عدد الإصابات خلال 24 ساعة الماضية، 4702 ديال الحالات في المملكة المغربية، وسجلت كذلك 74 حالة وفاة. للأسف مشاهدي قناة شوف تي في، وزارة الصحة أعلنت على تسجيل 4702 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال هذه 24 ساعة الماضية. وبهذا الرقم هذا ارتفع عدد الإصابات في المملكة المغربية ل 962 ألف حالة و320، وهذا رقم ليس بالهين. وفق المصدر ذاته فعدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية اللي وصلت لثلاثة ديال الملايين و455716 الحالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أفادت المعطيات الرسمية بأن نفس الفترة عرفت تسجيل 74 حالة وفاة جديدة. وبهذه المناسبة غادي نتمنوا الرحمة لكل ضحايا فيروس كورونا، ونتمنوا من الله العلي القدير يرحمهم ويصبر الأهل ديالهم ويرزقهم الصبر والسلوان. بالنسبة للمصابين فيروس كورونا نتمنوا لهم شفاء العاجل يا رب العالمين في القريب العاجل. فلنا أصدقاء مرادين أو مصابين فيروس كورونا اللي كيتلقوا العلاجات الضرورية الآن في المستشفيات، اللي كنتمناهم الله يشافيهم ويعافيهم ويرجعهم لوليداتهم وديورهم على خير وبخير. كذلك في نفس الوقت تم التأكد من شفاء والحمد لله، مقابل يعني 4702 حالة إصابة مقابلها 4499 حالة شفاء جديدة. وارتفع بهذا الرقم هذا ارتفع عدد الحالات اللي تشافت الى حدود الساعه 266711 الحاله. لهذا وزاره الصحه تهيب وزاره الصحه بالمواطنات والمواطنين اتباع قواعد او اتخاذ جميع التدابير الاحترازيه، وحاولوا اننا ناخذ المزيد من الحيطه والحذر. اذا عادل المخلوف صيفط لي التليفون ديالك من فضلك. سي عادل مخلوف غادي نصيفطو لك الرقم ديال قناة شوف تيفي بمدينة مكناس عبر الخاص بعد قليل. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما سمعتو معنا 4702 ديال الحالات اللي تسجلو خلال 24 ساعة الماضية. ف نتمنى المزيد من الحيطة والحذر، والوقاية خير من العلاج. كذلك شفنا أنه 4499 حالة اللي تشافت، وهنيئا لهم والحمد لله على سلامتهم، ونتمنى لهم الصحة والعافية. بالمقابل أننا شفنا عدد ديال الإصابات اللي وصلت 4702، هذو أرقام ليس بالهين. نتمنى من الله العلي القدير أنه يخفف منازل ويرفع لنا هذا الوباء في القريب بل عاجل، ونبدأ سنة 2021 سنة جديدة، صفحة جديدة، حياة جديدة، انطلاقة جديدة، ونتمنوا أنها تعود المياه لمجاريها 100%. كذلك شفنا هنايا أنه 716,000 حالة و455.3 ديال الملايين الناس، او 3 ديال الملايين و716,000 حالة و455 الشخص اللي شك بانه فيه كورونا ومشى دار التحاليل ولقى هذيك الاعراض هي شبه اعراض ديال كورونا، ولكن الحمد لله ما كانتش فيه. لهذا نقول لكم نازل من الحيطه والحذر، الفيروس كاين، كورونا كاينه، الوباء كاين. ف الله يخليكم، نازل من الحيطه والحذر، الوقايه خير من العلاج. دمتم بألف خير، والله يحفظنا ويحفظكم من كل شر يا رب العالمين. والله كيف ما قلت، الله يجعل هذه السنه ديال 2021 هي سنه جديده وحياه جديده وصفحه جديده وانطلاقه جديده انطلاقة جديدة، وإن شاء الله ترجع المياه لمجاريها، أو ترجع المياه إلى ما هو أفضل، إلى ما هو أحسن. والله يسمعنا ويسمعكم خبر الخير. كفانا أننا نسمع شحال ديال الحالات اللي توفوا بسبب هذه الجائحة اللي هي جائحة كورونا. كفانا أننا نشوفوا شحال الناس اللي فقدوا المدخول اليومي ديالهم، أو اللي فقدوا العمل ديالهم، أو اللي فقدوا الشغل ديالهم بسبب هذه الجائحة هذه. كفانا أننا نشوفوا ناس باقيين كيتألموا لأن أسر ديالهم مصابين أو لا فقدوا
اشخاص عزاز عليهم. لهذا نقول لكم الله يخليكم المزيد من الحيطه والحضر. فحنا كنشكرهم هذا المنبر كاع الناس اللي باقيين كيلتزموا كيف ما شفتوا معنا الان في الصوره. يعني كاينين بعض الاسر اللي باقيين الى حدود الساعه كيلتزموا، نسبه ديال نسبه مرتفعه اللي باقي كتلتزم في مدينه مكناس. كفانا استهتار، كفانا اننا صحيح الحجر الصحي ما بقاش، وانما الفيروس باقي، انما الوباء باقي، خاصنا الحيطه والحضر. دمتم بألف خير مشاهدي، والى بث مباشر اخر.